دعوات بأبرشية روما بالأول ربوا كهنة ورهبان وراهبات تفوح منهم ريحة المسيح. ما تخلوا أن يكون في عنا كهنة بدون ما يكون في عليهم ريحة المسيح وتكون تعبق منهم ريحة يسوع المسيح. ونحن بهالخبر الأخير ننهي لقاءنا الأسبوعي معكم. قدمنا لكم إياه من تيلي لوميير ونورسات، مني أنا ومن المخرج التلفزيوني نبيل هاويل. لكم أطيب التحيات ومنعطيكم موعد الأسبوع المقبل بإذن الرب. المجد ليسوع المسيح.